السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت أو المحاضرتين اللي فاتوا كنا اتكلمنا على الإلكتريكال كونسيدريشن والإنفيرومنتال كونسيدريشن اللي لازم ناخدهم في الأعتبار وإحنا بنتكلم على العوازل، وشفنا إزاي إن البوليوشن بيؤدي للآخر إنه ممكن يحصل فلاش أوفر. فإن شاء الله في المحاضرة ديت هنتكلم على الميتيجيشن تكنيكس اللي ممكن نعملها بحيث إن إحنا نتجنب عملية البوليوشن وبالتالي نتجنب عملية حدوث الفلاش أوفر أو الأوتج اللي ممكن يحصل للسيستم بتاعنا أو الفولتس اللي ممكن تحصل في السيستم بتاعنا بسبب البوليوشن بسبب حدوث الفلاش اوفر على سطح العزل بتاعنا. الميتيجيشن تكنيكس ديت عندنا منهم كذا كذا طريقه. يعني اول حاجه ان احنا ممكن نعمل انسيرت ريبليسمنت، ان احنا ممكن نبدل العزل بتاعنا، نستخدم عزل جديد. يعني في عمليات لعمليات الكليننج كذا عمليه ممكن نعمل بيها كليننج، ممكن نعمل حاجه اسمها سيليكون جريسنج، ممكن نعمل حاجه اسمها سيليكون رابر كوتنج، ممكن نعمل حاجه اسمها اكستنشن للايه الكليبج او الشد كيوبمنت، يعني الكيوبمنت ديستانس، عن طريق ان انا بكبر الشد بتاعنا. هنشوف كل واحده فيهم كده بالتفصيل. اول حاجه عندنا الانسيتور ريبليسمنت. طبعا اسهل حاجه انك انت ممكن تعملها انك انت تغير الايه تغير العزل، تمام. يبقى احسن حاجه انت ممكن تعملها انك انت تروح من غير العزل بتاعك ده نتيجه ان هو مثلا ممكن بيحصل عليه فلاش اوفر كتير وبيحصل اوتج كتير للسيستم، فانت ممكن تغيره. بس لازم قبل ما تغيره لازم انت تعرف هو ايه السبب اللي كان بيحصل بسببه فيلير، عشان تشوف انت تغيره بايه. يعني هل انت تغيره بنفس العازل ولا تغيره بعزل تاني؟ هل انت مثلا محتاج تكبر الكيبي جي ديستانس بتاعتك عشان بخاطر تتجنب التكرار بتاع الفيلير ده، او الفيلير ده تخليه يحصل كل فترة اطول؟ هل انت محتاج البروفايل بتاعك بتاع العازل بتاعك محتاج تغيره، اللي هو مثلا كان بلينشيد ومحتاج تغيره هتخليه alternating shed او تخليه اللي هو ريبيت شد. فالحاجات دي لازم انت تاخدها معاك في الاعتبار. هل انت مثلا محتاج تخليه مثلا الاريا ديت بيحصل فيها ووتر كتير فانت عاوزه عايزه هيدروفوبيك زي البوليمرز ماتيريالز، ولا عاوزه ولا مش في الكلام ده مش فارق معاك، فممكن تستخدم هيدروفوبيك ماتيريال زي البورسلين والجلاس. فلازم الكلام ده كله لازم تاخده معاك في الاعتبار قبل ما تيجي تغير، بحيث انك انت لما تغير الانسوليتورز تجيب الانسوليتورز بتاعك المناسب. لو انت كنت اخترته اصلا من الاول غلط فانت ممكن لما تغيره تحاول بقدر الامكان تختار العازل المناسب للبيئه اللي هي الموجوده ديت او التلوث اللي موجود في البيئه دي. طبعا لازم تاخد في اعتبارك وانت بتغير العازل انك انت ممكن مثلا عاوز تكبر الكي بي جي ديستانس، بس انت في الاخر انت عندك تاور، والتاور ده لجيومتري وفي والتاور ده موجود، فانت عشان تحط عازل جديد بكليبج ديستانس تاني معينه بحيث انك انت هتزود اللينس بتاع العازل، فده بالنسبه لك ممكن يكون مشكله ما تقدرش تعمل الكلام ده. لازم برضه تاخد بالك من انت العازل ده هل هينفع معاك تركبه في المكان ده ولا لا، تمام. في السبستيشن عموما انك انت تغير العازل ده عاده بيبقى صعب. ليه؟ لان كل معظم العوازل اللي بتبقى موجوده في المحطات بتبقى كل انسوليتورز. يعني ايه؟ يعني مثلا زي السيرج اريستور بيبقى الهاوسنج بتاعه، السيرج اريستور موجود جوه الهاوسنج اللي هو الانسوليتورز بتاعه، فمش هينفع تغير الهاوسنج لوحده، فده بالنسبه لك بيبقى مشكله. نفس الكلام بالنسبه للاوت دور كارنت ترانسفورمر او الاوت دور فولت ترانسفورمر. الحاجه الوحيده اللي ممكن تغيرها شويه اللي هي الحاجات اللي بتستخدم كايه كسبورتات، يعني زي لو كنت مثلا ترفع مثلا الباسبورز الستيشن بوست انسوليتورز اللي انت بترفع بيها، لا تستخدم كرفع مثلا بترفع بيها مثلا الباسبار او تعزل بيها الباسبار عن الجراوند، اللي هي بتستخدم كسبورت. دي في الحاله ديت ممكن انت دي بتبقى سهله شويه انك انت تغيرها، انما معظم الانسوليتورز التانيه جوه السب ستيشن عاده بتبقى هولو انسوليتورز زي بتاع الاوت دور كارنت ترانسفورمر، الاوت دور فولتج ترانسفورمر، عندك البوشنج، عندك السيرج اريستورز، الحاجات دي، تمام. عادة تغيير العزل ممكن ما بقاش يعني ممكن يبقى مش مكلف قوي بالنسبة للحاجات التانية اللي احنا هنشوفها كمان شوية زي السبريوشنج والجريسنج والكلام ده. يعني ممكن بالنسبة لك يبقى القسط بتاعك بالنسبة لك على اللونج تيرم، على اللونج تيرم بالنسبة لك يبقى أوفر. يعني تغيير العازل ممكن على اللونج تيرم على فترة طويلة يكون أفضل بالنسبة لك من عملية الإيه الكلينج او عمليه انك انت تعمل سبري ووشنج او تعمل عمليه الجريسنج، تمام. طبعا لو انت هيبقى صعب بالنسبه لك انك انت تغير العازل لاي سبب من ما، ساعتها في الحاله ديت هنستخدم واحده بقى من الطرق اللي احنا هنستخدمها كمان شويه، ان احنا نستخدمها كميتيجيشن تكنيك. يعني اول طريقه نستخدمها كميتيجيشن تكنيك اللي هي عمليه الكلينج، ان احنا ننظف العازل. ففي كذا طريقه لتنظيف العازل. الطريقه الاولانيه ان احنا ممكن نستخدم هاند ووشنج، الطريقة التانية إن إحنا ممكن سبري ووشنج،
الطريقة التالتة في حاجة اسمها بنسميها fixed life sprucing system، في حاجة اسمها dry cleaning، وفي حاجة اسمها cleaning frequency. cleaning frequency يعني ننظف كل فترة قد ايه. أول حاجة الطريقة فيهم الهاند ووشنج. الهاند ووشنج ببساطة كده إن في يبقى عندك إنك أنت تفصل السيستم بتاعك وتستخدم مع وتستخدم عملية الإيه؟ إنك تجيب أشخاص عمال يعني يبتدي ينضفوا الإيه العوازل. العمال دول مش لازم يكونوا يعني ناس يعني ليهم مواصفات معينة، أهم حاجة إن هما يحاولوا بقدر الإمكان ينضفوا العازل كويس، بس لازم في بعض الحاجات هما بينضفوا العازل لازم ياخدوها معاهم في الاعتبار. أول حاجة عندنا ان هو ان هو بيبقى فيه ماتيريالز بيستخدمها معاه معينه، بحيث ان الماتيريال دي لما يستخدمها بحيث ان هو ما يعملش خدوش او ما ياثرش على لو السطح بتاعك. طبعا بيبقى سطح مثلا بورسلين بيبقى جلاسد بيبقى ناعم او بيبقى مرن، بحيث ان هو لو سقط عليه اي ميه ولا حاجه تبتدي تتحرك لحد ما توصل لطرف الشد وبالتالي تسقط على الارض. فاحنا السطح بتاعنا لازم أن يكون املس زي ما هو، فهو يحاول بقدر الامكان ما يعملش سكراتشنج خدوش او رافنج، يعمل يحاول السطح بتاعه ما يبقاش خشن، يبقى يفضل زي ما هو املس سطح الايه مثلا البوسين ولا حاجه، بحيث ان هو يحافظ على الخاصه بتاعته زي ما هي، لان ده في الاخر ممكن يعمل لي تراكم الميه او الاتربه على سطح مين، على سطح العازل. طبعا احيانا بيستخدم بعض المواد في التنظيف، فهو لازم بعد ما نخلص تنظيف لازم نعمل ايه، لازم نحاول ان احنا نغسل العازل ده بالميه او نغسله بطريقه ما، بحيث ان احنا نتخلص من المواد اللي احنا استخدمناها، لان المواد دي ممكن تكون مواد موصله، فبالتالي لو سبتها على سطح العازل ممكن في الاخر تعمل لي ايه، تعمل لي مسار ليكج كارنت، وممكن تقلل الريزستيفيتي بتاعه الريزستيفيتي بتاعه السطح العازل، وتعمل لي طبقه موصله على سطح العازل، وبالتالي ممكن يحصل ليكج كارنت، وفي الاخر ممكن يحصل ايه فلاش اوفر. تمام. طبعا عمليه التنظيف بجد ديت زي ما هو مكتوب كده ان هي عمليه طبعا عملية مرهقة وعملية بتاخد وقت طويل، بس بتبقى مفيدة انك انت احسن من السبراي في الحاجات اللي هي بتبقى اللي بيسموها ستوب بون ديبوزيت، اللي هي ايه اللي هي الحاجات اللي بتبقى يعني زي ما بيقولوا كده لازقة قوي على سطح العازل، فانت عملية السبراي مش هتقدر تشيل الحاجات دي، ففي الحالة ديت يكون الهاند ووشنج افضل بكتير. بس العملية التانية اللي هي عملية السبري ووشنج، إن أنا بغسل بالمية. تمام. ممكن الكلام ده يتم لايف يعني يتم والعازل والعازل لايف يعني وعليه جهد، أو ممكن الكلام ده يتم بعد ما بفصل إيه بفصل السيستم. طبعا لو أنا طبعا فصل السيستم بالنسبة لي الموضوع ده هيبقى أسهل بكتير. تمام. انما لو الموضوع ده لايف هيبقى ليه مواصفات معينه للشخص اللي بيغسل العازل، الشخص نفسه لازم مش اي حد يغسل العازل، لازم يكون شخص مؤهل ان هو يغسل العازل. تمام. بيبقى النوز اللي انا بقى اللي انا برش بيها العازل بالميه ديت بيبقى ليها مواصفات معينه، بيبقى ليها بريشر معين، بيبقى ليها كوندكتيفيتي معينه. تمام. لازم الحاجات اللي انا بغسل بيها البيرسون اللي بيغسل العازل لازم يكون متقرط كويس، هو والاكيوبمنت اللي بغسل بيها. فعندي هنا كده المواصفات اللي انا لازم اخدها في الاعتبار. ده بيقول لك كده شكل الايه ال according للسيستم فولتج يعني اللي انت بتغسله، يعني مثلا لو سيستم 11 فبيقول لك لازم الريزستيف بتاع الوتر لازم تكون مقاومتها كبيره، بحيث ان هي طبعا بتعمل لو انا بغسل لايف عشان ما تعملش مسار موصل ما بين الراجل اللي بيغسل وما بين العازل، فلازم تكون ريزستيفيتي معينه. النوزل بريشر لازم يكون نوزل بريشر معين. تمام. والمسافه البني ادم اللي بيرش دوت او العامل اللي بيغسل العازل دوت لازم يكون واقف على مسافه معينه، كل ده بحيث ان هو ما يحصلش بريك داون ما بين البني ادم اللي واقف ومين وما بين الانسليتورز. تمام. عشان تجنب البني ادم ده سيفيتي للبني ادم اللي شغال. تمام. طبعا زي ما قلنا السبري ووشنج مش احسن من الهاند ووش، احسن مش احسن من الهاند كليننج زي ما قلنا كده، في حاله لو في حاجات يعني لازقه جامد على سطح العازل، فبالتالي السبري ووشنج بيبقى افكتيف اكتر في الحاجات اللي هي الايه الحاجات اللي هي السولابل او الحاجات اللي هي ايه مش لازقه قوي على سطح العازل. انما زي ما قلنا بالنسبه للحاجات اللي هي بتبقى لازقه بقوه على سطح العازل السبري ووشنج مش هينفع، وبالتالي الهاند كليننج بيبقى افضل في الحاله دي. بس زي ما قلنا برضو الهاند كليننج ده بياخد وقت، بيبقى شغل مرهق جدا وبيحتاج وقت طويل. تمام. ده الحاجات اللي احنا قلناها. طبعا برضو لازم اخد بالي من بعض الحاجات زي ما قلنا، الانسان اللي بيغسل ده لازم يكون سكيل، لان ممكن تحصل بعض الحاجات ممكن يحصل فلاش اوفر وهو بيغسل بالنسبه لو هو بيغسل لايف،
لان هو ممكن يكون بيغسل عازل وجنبيه عازل تاني، العازل ده لسه ما بدأش فيه عملية تنظيف، فممكن هو بيغسل عازل رذاذ المية ينتقل على العازل اللي بعديه، وبالتالي ممكن يحصل على العازل اللي بعديه، ممكن يحصل يحصل ويتنج ليه نتيجة رذاذ المية ده، وممكن يحصل على العازل اللي بعديه ده ليكج كارنت، وبالتالي ممكن يحصل له فلاش اوفر. وانا بغسل العازل برضه ببدأ من تحت، ما ببدأش من فوق. ليه؟ لان انا لما ببدأ من تحت، لما ببدأ ان انا اغسل العازل من تحت، ببتدي التراب اللي موجود تحت بيبتدي ينزل، انما انا لو بدأت من فوق المية ممكن تنتقل للتراب اللي تحت، فبالتالي تعمله عملية ويتنج، فبالتالي ممكن يحصل فلاش اوفر. وانا بعمل عملية الغسل العزل لازم نبدأ منين؟ من تحت، لان انا من تحت بتشيل من تحت، انزل التراب او عن طريق بالمية من تحت، وبعد كده اطلع لفوق. لو بدأت من فوق ابتدي وانا بغسل من فوق، المية طبعا هتنزل تحت على طبقة التراب اللي تحت، فبالتالي هتخليها ويتد، وبالتالي لو انا بغسل لايف ممكن يحصل عملية الايه؟ فلاش اوفر. لازم نخلي بالي من الحاجات ديت وانا ايه وانا شغال. ده الكلام اللي احنا بنقوله، ان هو لازم السبراي نوزل لازم يكون ليها بريشر معين، والبني ادم ده لازم يقعد مسافه معينه وليها الكتريكال ريزيستنس معينه، طبعا بتبقى له كوندكتيفيتي. بقول لك في بعض الاماكن، لو انت الاماكن دي في الاماكن اللي هي بيسموها ارايد ريجون، اللي هي بتبقى الاماكن اللي هي الجافه ما فيهاش ميه يعني، طبعا عشان تنقل الميه الموضوع بالنسبه لك ده لازم تاخده معاك في الاعتبار، ساعتها الموضوع ده ممكن يبقى مكلف بالنسبه لك في عمليه الغسيل. زي ما قلنا دي المواصفات اللي احنا عاوزينها بالنسبه للووتر ريزيستيفيتي والنوزل بريشر والانسان اللي بيغسل او العامل اللي بيغسل ده لازم يقف على مسافه معينه. تمام، زي ما قلنا اهو، تخلي بالك انك انت لو بتغسل عازل وفي عازل جنبي لسه ما غسلش، ممكن الرصاص بتاع الميه ده في الاخر ممكن يمشي ليكج كارنت او يحصل له عمليه ويتنج، وبالتالي يمشي ليكج كارنت، وبالتالي ممكن يحصل له فلاش اوفر. وانا ببدا عمليه الفيرتيكال انسريتور لازم ابدا من تحت، تمام، عشان الديرت ووتر اللي وانا بغسل من فوق الديرت ووتر ده بينتقل على الطبقات اللي تحت، وبالتالي ممكن يعمل لها عمليه ويتنج، وبالتالي ممكن يسبب ليكج كارنت، وممكن يحصل فلاش اوفر وانا بعمل عمليه سبراي ووشنج. تمام، ممكن برضو احنا بنستخدم افضل طريقه طبعا احنا نستخدمها مين؟ ان احنا نستخدم هليكوبتر، لان الهليكوبتر بيبقى جاي من فوق، وبالتالي هو ممكن يقرب شويه من العازل من لو انا شغال من على الارض من تحت. ليه؟ لان الكتريك فيلد طبعا بيتحرك ما بين البوزيتيف ما بين الفيزز وبعضها، وبيتحرك ما بين الفيزز والجراوند، فمعظم خطوط الكتريك فيلد موجوده ما بين الفيزز والجراوند، او الكتريك فيلد عالي ما بين الفيزز والجراوند وما بين الفيزز وبعضها. فالبني ادم اللي هو جاي لو انت بتغسل من فوق عن طريق الهليكوبتر بالنسبه لك ممكن تقرب المسافه، تقرب شويه من لو انت شغال من تحت من الجراوند من تحت. بس طبعا عملية، طبعا موضوع انك انت تستخدم الهليكوبتر ده عملية مكلفة جدا، بس محتاجهاش بقى لان لو انا فعلا في ضرورة قصوى او في حالة امرجنسي، فبالتالي انا مضطر ان انا استخدم موضوع الهليكوبتر ده في الايه في عملية السبري ووشنج. ده عملية هي لايف بتتم من سيتنج لايف سبري ووشنج للعزل زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده. الطريقه الثالثه اللي هي الفيكسد لايف سبريوشنج سيستم، يعني هو بيبقى فيه زي الشكل ده كده، بيقول لي بيبقى فيه مثلا في بعض الاماكن ممكن يبقى فيه فيكسد نوزل كده موجوده، بحيث ان انا بشغلها وقت اللزوم لو انا وقت ما انا عاوز بشغلها، بحيث ان هي تعمل عمليه تنظيف العوازل. بس طبعا الموضوع ده مكلف جدا وما بلجاش اليه يعني الا للضروره القصوى، الا مثلا لو انا عارف ان والله ان المكان ده عمليه البولوشن فيه عاليه جدا، فانا لازم اعمل كلين كل فتره قصيره جدا، فبالتالي ممكن ينفع عملية الفيكس سبراي ووشنج. بس هو مش ريكومندد يعني، لأنه في النهاية بيبقى كوست أوي، وبالتالي بيحتاج عملية النوزل ديت والحاجات دي بتحتاج عملية صيانة متكررة يعني، وأي طبعا عطل فيها بالتالي هتقف، وبالتالي لازم تعمل له عملية صيانة. فزي ما بقول كده، ما هي ما بنعملهاش ريكومنديشن إلا لو أنت مضطر ليها في حالة مثلا إنك أنت محتاج تعمل صيانة كتير أو تعمل صيانة كل شوية. ففي الحالة ديت أنت ممكن تعمل حاجة اسمها الفيكس سبراي ووشنج سيستم. خلاص، العملية اللي بعد كده اللي هي موضوع الدراي كليننج. يعني ايه دراي كليننج؟ يعني بدل ما بستخدم المية بستخدم مواد جافة. مواد جافة زي ايه مثلا؟ بنستخدم طبعا زي الكورن كابس اللي هو الأولاحة بتاعت قوز الذرة، الأولاحة بتاعته ديت بناخدها نطحنها ونستخدمها، أو زي مثلا القشر بتاع جوز الهند برضو بنستخدمه. المواد ديت مفيدة في اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى لازقة أو على خط العازل، أو الحاجات اللي هي ما تبقاش ما نقدرش نشيلها بالميه اللي هي الانسولابل ديبوزيتس. تمام، بس مشكلتها انك انت بعد ما تعمل عمليه التنظيف الحاجات ديت بتبقى متراكمه على سطح الارض، وبالتالي الحاجات ديت بتبقى قابله للاشتعال، فبالتالي بتبقى فاير هازارد، فبالتالي لازم انظف المنطقه بعد ما اعمل عمليه مين عمليه الكلين.
ممكن نستخدم بدل الحاجات ديت نستخدم حاجة بنسميها اسمها دراي ايس، نستخدم اللي هو الجليد الجاف ده، بنستخدمه في عملية التنظيف، وده أفضل لأن هو الحاجات اللي هي بعد كده زي ما أنا كاتب هنا كده ما ينفعش إن إيه عادي، ممكن بعد ما أنظف الحاجات بتفضل موجودة في الأرض، أو الدراي ايس ده كده كده في الآخر هيحصل له عملية ذوبان في الأرض، هيبقى عبارة عن مية يعني هيجف في الأرض يعني، فمش مشكلة فيه. إنما الحاجات التانية زي الكورن كابس دي، الحاجات ديت لازم بعد ما اخلص عملية تنظيف لازم ان ايه اغيرها. بس طبعا الدراي ايس كل حاجة وليها تكلفتها، الدراي ايس اغلى من مين؟ اغلى من الموضوع الكارن كابس اللي هو الكارن كابس او الونات شيلز اللي شور جوز الهند يعني. ده فيديو كده بيبين لي ازاي موضوع دراي ايس ووشنج، بيوريني دراي ايس ووشنج الانسليتورز في محطة باور بلانت يعني. خلاص الفيديو ده تفتحه هتلاقيه يعني بيوريلك ازاي بيعمل عملية اللي هو الدراي ايس ايه كليننج. تمام، نتكلم بقى على موضوع كليننج فريكوانسي اللي هو اغسل كل فترة قد ايه. طبعا هو ده اصعب مشكلة بالنسبة لي، ان انا اعرف ان انا هغسل العازل كل فترة قد ايه، او اعمل عملية تنظيف للعازل كل فترة قد ايه. طبعا لو انا عارف الطقس بتاعي واقدر افورقاست شكل الطقس بتاعي خلال السنة شكله عامل ازاي، بيقول لك في الحالة ديت ان انا الأماكن طبعا للكونتمنيشن طبعا بياخد فترة طبعا على ما يتكون على سطح العزل اللي هي بنسميها بري ديبوزيتد كونتمنيشن. في الحالة ديت أبدأ عملية الغسيل إمتى أو عملية الكليننج إمتى؟ قال لك في نهاية فترة الموجة الجافة أو نهاية فترة الجفاف بتاعي، أو في الوقت اللي فيه مفيش فيه مطرة أو فوج في نهاية الفترة دي، وأنا داخل بقى على مرحلة إن هيبقى فيه فوج أو رين. الوقت اللي هيبقى فيه فوج أو رين قبل الفوجة والرين ببتدي أعمل عملية مين؟ غسيل لسطح العازل، لأن طبعا طالما وجود الأتربة بس على سطح العازل في الحالة ديت أنا مش هيمشي ليكج كارنت، في احتمال فلاش أوفر بيبقى قليل، احتمال فلاش أوفر هيبقى كبير لو أنا في ضص على سطح العازل وبالتالي وحصل فوج أو حصل رين، وبالتالي بدأ يحصل طبقة موصلة على سطح العازل نتيجة إن هي بقت ويتد وهيمشي ليكج كارنت، وبالتالي ممكن يحصل فلاش أوفر. أنا قبل ما أخش في عملية حدوث الفوج أو الرين ببتدي أعمل مين؟ عملية غسيل أو تنظيف لمين؟ لسطح العزل. طيب لو أنا الطقس بتاعي والوزر بتاعي ده ما أقدرش أتنبأ بيه، وأنا مش عارف ومتقلب ومش عارف أقدر أحدد، والمطر ممكن يجي في أي وقت، والقصة ديت الحل إيه؟ الحل في الحالة ديت إنك أنت لازم تعمل مونيتورنج، عشان مونيتورنج عادة للليكج كارنت على سطح العزل لازم تقيس، تحط مونيتورنج سيستم بحيث إن هو يقيس الليكج كارنت على سطح العزل. لو الليكج كارنت ده بدأ يحس بيه في وقت ما، بدأ يحس بليك جيكارنت، في الحالة ديت بتبدأ عملية مين؟ الغسيل. بس في مشكلة ممكن تواجهك هنا، إن هو ممكن لو حصل هيفي رين أو لو حصل فوج كبيرة بحيث إن هو ممكن يحصل عملية فلاش أوفر بسرعة، فأنت ما يبقى الطبقة بتاعتك دراي وبسرعة تتحول لفوج عن طريق الفوج أو عن طريق الرين، تتحول بسرعة لويتد لاير، في ساعتها ممكن في الحالة ديت انك تحس بالليكج كارنت تبقى عمليه متاخره، وبالتالي ممكن يحصل فلاش اوفر. فممكن برضه في حاله زي كده انك انت تعمل حاجه اسمها ارتفيشال ويتنج، يعني كل فتره كده تبتدي تعمل ايه، تعمل ويتنج لسطح العازل بحيث ان هو لو في اتربه ولا حاجه كتيره يعني اتربه على سطح العازل كتيره ومش ليكج كارنت في حاله الارتفيشال ويتنج، ساعتها انت بتروح تعمل ايه، تعمل كليننج او ووشنج لمين؟ للعازل بتاعك. خلاص ده بالنسبة للكليننج ايه فريكونسي، ده الكلام اللي احنا قلناه. نتكلم بقى على عملية رقم ثلاثة اللي هي عملية تشحيم العازل بتاعي بمين؟ بالسيليكون. ليه بستخدم السيليكون؟ لان السيليكون ده عادة بيبقى هيدروفوبيك، زمان هيدروفوبيك ماتيريالز او هيدروفوبيك سيرفيس، بحيث ان هو لما بيبقى بشحم السطح بتاعي بالسيليكون، السطح بتاعي ده لو سقط عليه مية بتدي المية ديت تتجمع على شكل قطرات ميه، وبالتالي بيمنع السطح بتاعي ان هو يبقى ويتد، وبالتالي بيمنع ان يكون فيه كونداكتيف انتميتنج بارت على لاير على سطح مين، على سطح العازل. تمام، تاني حاجه بيعملها السيليكون جليس ان هو بيغلف لو فيه داست بارتكل على سطح العازل بتاعي، بيبتدي يعمل لها عمليه تغليف، وبالتالي بيمنع ان هي لو فيه كذا داست بارتكل موجود على السطح، بالتالي بيغلف كل واحدة فبيعزلهم عن بعض كهربيا، وفي نفس الوقت بيمنع ان هما كمان لو المية سقطت، المية طبعا ديت مش هتعرف تعمل عملية ذوبان لمين؟ الدست بارتكلز، او مش هتعرف تعمل تكون مسار موصل على سطح مين؟ على سطح العزل.
فدول الحاجتين اللي السيليكون جريس بيعملهم. يبقى الحاجة الأولانية إن هو بيمنع إن يتكون طبقة ويت أو كونداكتيف كونتامينيتنج لاير، لأن هو هيدروفوبيك، هيدروفوبيك سيرفيس. رقم اتنين إن هو بيغلف الداست باركلز اللي بتبقى موجودة على سطح العازل، وبالتالي بيمنع بيعزلهم كهربيا، وفي نفس الوقت لو سقطت مية ولا حاجة خلاص المية دي ما بتقربش من الداست باركلز ديت، وبالتالي بتمنع ذوبان الداست باركلز ديت وتتكون الطبقة على السطح بتاعنا. بعد كده ممكن تعمل عملية الجريس دي، ممكن بتتم مانوالي بالإيد، أو ممكن عن طريق اللي هي الإيه، إن إحنا عملية رش. بس طبعا بقول لك الأفضل، لازم الأفضل يعني فيها أو المور إفيشنت الطريقة يعني إن إحنا نستخدم مين، نستخدم اليد. بقول لك لازم تكون طبقة على السطح بتاعك أكبر من 2 مليمتر سيكنس بتاع طبقة الجريس دي. ليه؟ لانك انت لو ما عملتش كده ممكن يبقى في عندك جزء متشحم والجزء التاني مش متشحم، فبالتالي الجزء المتشحم ده هيبقى بالتالي هيبقى يعتبر بالنسبه لي دراي، حتى لو سقطت عليه الميه هو بالنسبه لي لان هو هيدروفوبيك فبالنسبه لي دراي. والجزء اللي مش متشحم كويس هيبان كانه طبقه موصله على سطح العازل، وبالتالي يبقى في جزء دراي وجزء موصل. فبالتالي الجزء الدراي ده لو او الجزء الموصل ده ممكن يمشي ليكج كارنت، فبالتالي يحصل عملية ان الجزء الدراي ده يحصل عليه فلاش اوفر او سبارك يعني، وبالتالي يبتدي السبارك او الفلاش اوفر ده ينتقل المناطق اللي هي مش متشحمة كويس، يبتدي المسار الموصل اللي متكون فيها او الطبقة اللي هي الموصلة اللي متكون فيها يبتدي يحصل لها عملية دراي، وزي ما قلنا يبتدي عملية يبتدي العازل كله يبقى دراي، وبالتالي ممكن يحصل في الاخر ايه، فلاش اوفر. فما ينفعش يبقى جزء متشحم كويس والجزء التاني مش متشحم، لان يبقى فيه كده جزء دراي وجزء ايه، ويت. زي ما قلنا لو فيه جزء دراي وجزء ويت احتمالية حدوث الفلاش اوفر مين، بتزيد خلاص. فعلى لازم يكون فيه سيكنس، اتاكد ان فيه يونيفورم كوتينج، والسيكنس ده عادة بيكون اكبر من او يساوي 2 مليمتر سيكنس. تمام. طبعا قبل ما اعمل عملية السيليكون جريس لازم اتاكد ان السيليكون جريس ده من الكواليتي بتاعته، ان الكواليتي بتاعتي كويسة قبل ما اعمل عملية مين، عملية الشحم، ده طبيعي يعني. تمام. بيقول لك برضو مش كل السيليكون جريس بينفع في الهاي فولتج ابلكيشن. لازم طبعا السيليكون جريس اللي بيستخدم في الهاي فولتج ابلكيشن لازم يكون ايه، لازم يكون عازل يعني ليه بريك داون سترينث بقيمة معينة، بحيث ان هو ينفع في عملية الهاي فولتج ابلكيشن. تمام. طيب عمر الجريس بتحدد بالكوندكتيفيتي بتاعت الامبيانت بلوشن. يعني انا دلوقتي وانا بعمل عمليه جريسنج للعازل بتاعي البلوشن اللي عليه قيمته قد ايه او حجمه قد ايه، والكوندكتيفيتي بتاعت البلوشن ده قد ايه. تمام. وبرده بالكريبج ديستانس، الكريبج ديستانس بتاعتي كام. تمام. وبرده لو في عندي لانسلابل كونتمينيشن موجود على سطح العازل، زي مثلا ساند، رمله، ساند بارتكلز، ولا اي حاجه، كميتها قد ايه. الحاجات ديت بتحدد لي دلوقتي لو انا ده لو انا عملت عمليه تشحيم بالسيليكون جريسنج دلوقتي، الكلام ده ممكن يستمر لمده قد ايه قبل ما اعمل عمليه بليسمنت لمين، قبل ما اعمل ري جريسنج تاني او اعمل عمليه بليسمنت مين للجريسنج. طبعا عشان اعمل، لو انا كنت عامل جريسنج وحبيت اعمل عمليه بليسمنت للجريسنج، لازم تشيل كل الطبق اللي موجوده على السطح ديت، لان هي بتبقى اطباق لزجه وبالتالي ممكن يتكون عليها اتربه او يتكون عليها اي حاجه. فانت لو حبيت تعمل ريبليسمنت للجريسنج ده لازم تشيل كل الطبقه اللي موجوده. طبعا الكلام ده بياخد يعني بيحتاج مجهود كبير جدا وبيحتاج شغل كبير جدا عشان تشيل طبقه الشحم اللي موجوده اللي هي الطبقه القديمه. تمام. عشان كده بنستخدم بقى الطريقه اللي بعد كده اللي هي عمليه مين، عمليه الكوتينج، اللي هو عمليه طلال الانسيتورز بحاجه اللي هو بروم تمبريتشر فالكنايزد سيليكون رابر يعني. خلاص. فدايما الجريسنج مش السيليكون جريسنج مش هو الايه البريفيرد اوبشن، لانك انت لما تيجي تعمل عمليه البليسمنت للجريسنج ده لازم تشيل كل الطبقه القديمه، والكلام ده بياخد وقت وصار وقت كبير، ولازم تعمل اوتج لمين للانسليتورز، وبالتالي الاوتج ده هياخد فتره طويله جدا، لان عمليه ازاله الشحم القديم ده بتاخد وقت كبير جدا. ده هو بيبين لي، ده هو بيحاول يشيل الشحم اللي موجود على سطح العازل، بيبين لي يعني ان عمليه الشحم، ان انا اشيل عمليه الشحم ده بتبقى عمليه ايه، مرهقة جدا يعني، بتاخد وقت طويل. عملية بعد كده السيليكون رابر كوتينج، بعمل ايه، بعمل بطل العازل باللي هو بالروم تمبريتشر فالكنايزد سيليكون رابر.
عملية الطلاء ديت طبعا بتخلي نفس الكلام ده، بيخلي السطح بتاع الهيدروفوبيك سيرفيس، وبالتالي بيمنع تكون المية، وبالتالي يمنع تكون السولوبل بوليوشن، وبالتالي بيمنع وجود مسارات موصلة، وبالتالي يمنع الليكج كارنت، وبالتالي بيقلل من إمكانية حدوث الفلاش أوفر. تمام. بالنسبة للكوتينج، يعني بيقول لك الكوتينج لازم تكون من 3 من 10 ل 5 من 10 مللي، زي ما شوفنا كده الجرسين كان أكبر من 2 مللي، هذا من حوالي من 3 من 10 ل 5 من 10 مللي. وطبعا لو أنا العزل بتاع ده كنت عامل جريسنج، يعني كان عليه جريسنج قديم موجود قبل ما أعمل عملية الكوتينج، لازم أتأكد إن العزل بتاعي كلين وفري من أي إيه، من أي جريس أو من أي سلوكين جريس كان موجود قبل عملية مين، قبل عملية الإيه الكوتينج. تمام. بعد ما بعمل كوتنج للسيليكون، بعمل حتى بعمل كوتنج مثلا لبورسلين ولا حاجه، فالسطح بتاعي بيبان بالظبط كانه سيليكون رابر، بالتالي بحوله من ماده هيدروفيليك لماده هيدروفوبيك ماتيريالز. تمام. فبيبقى الكاركترستكس بتاعته والبرفورمانس بتاعه زي السيليكون رابر بالظبط، كانه عازل سيليكون رابر، كانه كومبوزيت ماتيريالز يعني. طيب بص، احنا اتكلمنا على السيركل رابر كوتينج، ده عملية اهو بيبين لك عملية اللي هو الروم تمبريتشر سيركل رابر كوتينج للانسولير اللي بيستخدم في 35 كيلو فولت دي سي ووشنج، دي عملية الايه، عملية الكوتينج بتاعتنا. نفس الكلام بالنسبة للعمر الكوتينج، هيقعد مستمر الفترة قد ايه قبل ما اعمل عملية البليسمنت دي. الكلام ده زي ما قلنا بيعتمد على الكوندكتيفيتي بتاع الامبنت بوليوشن، دلوقتي العازل بتاعي الكوندكتيفيتي بتاع البوليوشن كام او سطح العازل، بيعتمد على الكريبج ديستنس بتاعت الكام بتاع العازل، جودة العازل، وعلى طبيعة البيئة نفسها، بحيث البوليوشن الطبيعية اللي موجود نفسها ليه العازل، سواء كانت لايت ولا ميديوم ولا هيفي ولا فيري هيفي بوليوشن كلاس يعني. تمام. عشان اشك حالة الكوتنج بتاعتي هل محتاجة ريبليسمنت ولا لا، ببتدي اعمل له عملية رش بالمية، واتأكد من خاصية الهيدروفوبيك ان هو مازال ايه هيدروفوبيك يعني. تمام. لو انا بقى عاوز اعمل عملية ري كوتنج تاني، لو انا خلاص اتأكدت ان هو انا محتاج ان انا اعمل عملية ري كوتنج، ببتدي اعمل عملية حاجة قشط كده لسطح العازل بتاعي، عشان اشيل اي ماتيريالز او اي بلوشة موجودة على سطح العازل، او وبرضه بعمل له عملية غسل بالمية عشان اشيل اي طبقة كوندكتيف ديبوزيتس موجودة على سطح العازل. وبالتالي ممكن اعمل، مش لازم ان انا اشيل الكوتينج زي في الحالة الاولانية كان لازم اشيل الجريسنج، الجريسنج بيبقى لزج، فبالتالي بيبقى فيه شوية داست بتكون عليه الاتربة والداست والكلام ده، فلازم اشيله خالص طبقة الجريسنج ديت قبل ما اعمل ريجريسنج يعني. انما الكوتينج مش لازم اشيل طبقة الكوتينج، هو بس بعمل عملية تنظيف لسطح العازل قبل ما اعمل عملية الايه ريكوتينج. تمام. طيب طبعا زي ما قلنا الماتيريال اللي بتستخدم في عملية الكوتينج اللي هو الروم تمبريتشر فالكنايزد، اللي هو الار تي في سيليكون رابر. ليه هو بيقعد يعني بيقعد فترة طويلة جدا، يعني بيستمر لفترة طويلة ما بيحصلش فيها فلاش اوفر على سطح العازل، وطبعا يبقى ريزيستنس اللي هي البريدي دو، لان كل نوعين البوليوشن اللي هم البريدي دوزيتد بوليوشن والانستنتينيوس بوليوشن، ويعني هو يعتبر احسن نوع يعني. بيقول لك ممكن نستمر الكلام ده لمده 10 سنين، فهو افضل نوع باستخدام الكوتنج اللي هو ايه الروم تمبريتشر والكنايزد سيليكون رابر. خلاص. ده بيقول لك هو سطح العازل بعد مرور دروبلتس زي ما احنا شايفين كده، دروبلتس اللي هو بيبين خاصية بتاعة الهيدروفوبيك بتاعة السيليكون رابر كوتنج يعني. وده بيقول لك سطح العازل بعد 4 سنين من عملية الايه، من عملية الكوتنج، ان هو لسه مازال محتفظ بمين، بالخاصية بتاعته، سطح العازل بتاعي مازال هيدروفوبيك يعني. خلاص. ده بيقول لك في مكان قريب من محطة باور ستيشن، قريب من منجم فحمي. الحل رقم 5 ان انا اقلل من امكانية حدوث الفلاش اوفر، ان انا استخدم ايه شد اكستندر، يعني ان انا ازود الكريبج ديستنس عن طريق ان انا ممكن اضيف شد اضافيه من الايه، من مواد بوليميريكس ماتيريال زي السيليكون رابر. تمام. ان انا ممكن ازود شد بحيث ان ازود كريبج ديستنس، وبالتالي اقلل من امكانيه حدوث الفلاش اوفر. بس مشكله حاجه زي كده ان طبعا دي ليه كاركترستكس مختلفه عن بقيه العزل، اللي هو مثلا بورسلين وده بوليمرز،
بالتالي ده هيدروفوبيك، ده مش هيدروفوبيك. فبالتالي لو اتكون في طبقة موصلة على سطح السيراميك هنا كده أو البورسلين يعني، لأن هو هيدروفيليك ماتيريال، هيدروفيليك السطح بتاعه هيدروفيليك، فبالتالي ممكن يبان لي إن ده دراي، والجزء ده يبان لي إن هو لو اتكون عليه أتربة مع المطر هيبقى موصل، فبالتالي هيبقى بتين المقاومة بتاعة السطح بتاعي هتقل، فبالتالي جهده كله هيبقى موجود في الحتة دي اللي بالنسبة له تعتبر دراي باند، فبالتالي ممكن يتكون في الحتة دي سبارك أو فلاش أوفر، هي الحتة بتاع الشد اللي أنا ضفته دوت، وبالتالي السبارك أو السبارك اللي حصل ده هيبتدي يعمل، أو الليكج كارنت اللي مشي حصل هنا سبارك، هيبتدي يحصل في المناطق التانية تتحول لدراي، والدراي كمية زي ما قلنا قبل كده الدراي ده هيبتدي يزيد لحد ما ممكن يحصل في الآخر يحصل عملية مين؟ الفلاش أوفر. فهو ده مشكلة إن أنا أي نعم استفدت وزودت الكريبج ديستانس من غير ما أغير العدد كله، بس لازم أنا أخد بالي من العملية ديت، عملية إن هو الشد ده بيبان إن هو بوليمريك ماتيريالز فبالتالي هيدروكوبيك، فبالتالي بيبان كأنه دراي باند، وبالتالي ممكن يحصل عليه سبارك. السبارك ده أو ليكج كارنت اللي مشي في الجزء الموصل اللي هو سطح الطبقة الموصلة على سطح العازل، وبدأ يتكون هنا كده سبارك أو فلاش أوفر، هيعمل لي عملية دراي للأماكن اللي هو الجزء الموصل ده والجزء الويتد، هيبتدي يتحول لدراي، وبالتالي ممكن جزء الدراي ده يفضل يزيد لحد ما ممكن يحصل كومبليت فلاش أوفر على مين؟ على سطح العازل بتاعه. هو ده الكلام اللي احنا قلناه، إن مشكلة مين؟ دي مشكلة الشد، إن هي بتبان كأنه إيه؟ دراي باند، خلاص؟ وبالتالي ممكن يعجل أو يزود من إمكانية حدوث مين؟ الفلاش أوفر، تمام؟ فما بيفضلش أوي إن احنا نستخدم مين؟ نستخدم اللي هو إن احنا نزود شد عشان نزود الكريبج ديستنس، تمام؟ شكرا.